على أطراف مدينة الحديدة يواظب هذا الطفل على بيع الماء كنموذج لحالات العمالة المنتشرة في هذه المحافظة، حيث يعمل المئات من هذه الشريحة في مختلف المهن وينتشرون في الأسواق أيضا. فالأعباء التي يتحملونها كبيرة وقاهرة، كما تتسرب حياتهم بعيدا عن فصول التعليم الدراسي التي من الطبيعي أن يكونوا في مقاعدها لتذوب في مهن تسلبهم طفولتهم ومستقبلهم، حيث يعملون في نقل الفواكه والخضروات والبيع والشراء لمواجهة صعوبة الحياة في ظل الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية. مضطرين احنا نجيب اخونا يساعدنا بجنبنا، يعني مضطرين احنا ما بش دخل ما بش اعمال، الناس واقفين منذ سن 3 سنين او 4 سنين كذا مع الحرب مع بعض المشاكل. منظمات عدة تعمل في جانب الطفولة تحذر من تدهور حالة هذه الفئة الأكثر استغلالا، لكن أبرز هذه المنظمات هي منظمة رعاية الأطفال التي تحدثت في تقاريرها أن أكثر من 30% من الأطفال في المدن الثانوية تسربوا من المدارس وانخرطوا في سوق العمل منذ اندلاع الحرب في البلاد، كما أن 10% من أطفال مركز المحافظة وجدوا أنفسهم أمام الأمر ذاته.